علينا أن نفكر قبل أخذ بقول الكافرين الملحدين، فهم حزب للشيطان الرجيم بكل فعاله مسترشدون، وهم عن وحي رب ذي جلال بقولهم المدلس معرضون. عجبت لمن يراجع قول ربي ويأخذ منهم كذبا مبينا. ذلك مبلغهم من العلم. وقف عبد الرحمن في المكتبة يطالع الأرفف الزاخرة بالكتب والمجلات والروايات على اختلاف أنواعها وتصنيفاتها، وراح يتفحص بعض العناوين وهو يتمشى في أروقة المكتبة العامرة، حتى إنه لم يلحظ مسؤول المكتبة الأستاذ سالماً الذي اقترب منه وقال: أستاذ عبد الرحمن، هل يمكنني مساعدتك في العثور على شيء محدد؟ تبسم عبد الرحمن وقال: منذ مدة وأنا لم أطالع الأعمال الأدبية والروائية الجديدة، فأردت إلقاء نظرة فاحصة حول المستوى العام الآن، ولكن من الواضح أن الروايات الآن هي النوع الأدبي المتصدر في المكتبة، أليس كذلك؟ قال الأستاذ سالم في ابتسامة: بلى، وخاصة روايات الرعب والفانتازيا، تلك الأعمال هي الأكثر مبيعاً في السنوات الماضية، حتى إننا اضطررنا إلى تخصيص أرفف كاملة في المكتبة لها. قال الأستاذ عبد الرحمن: تقريباً، ما هي نسبة شراء كتب العلوم الشرعية مقارنة بالروايات التي تتحدث عنها؟ رد بسرعة: نسبة لا تتجاوز 3% فقط، وهذا في أحسن الأحوال، لقد مضى ذلك الزمن الذي يهتم فيه الشباب بالعلوم الشرعية، بل إن رواد العلوم الشرعية وصل بهم الأمر إلى كتابة الروايات والأعمال الأدبية في محاولة لتوصيل العلوم في إطار درامي وتشويقي جاذب للقارئ. هل تعلم سيدي، اليوم لدينا في المكتبة حفل توقيع للكاتب محمود عواد، وهو صاحب رقم كبير في المبيعات عن روايته الأخيرة التي تتحدث عن الخيال العلمي استناداً إلى تخصصه في مجال فيزياء الكم. رد الأستاذ عبد الرحمن وقال: عظيم، سوف أحضر هذا الحدث. توجه الأستاذ عبد الرحمن مع سالم إلى الركن المخصص لحفلات التوقيع، وكان هناك خلف المنصة يجلس الكاتب الشاب محمود عواد ممسكاً روايته الجديدة بعنوان رقعة سوداء في قميص العالم، ويقول: وهكذا من خلال أحداث الرواية نستعرض معا بعض الحقائق العلمية المثبتة حول الثقوب السوداء الموجودة في السماء، والتي تعد بمثابة لغز حير العلماء لسنوات عديدة. رفع أحد الجالسين يده وقال: إذن أستاذ محمود، جميع الحقائق والمعلومات التي جاءت في الروايات حقيقية، ولكنك قد وضعتها في قالب درامي، أليس كذلك؟ رد الكاتب العظيم بسرعة وقال: بلى، هذه هي الحقيقة. رفع الأستاذ عبد الرحمن يده وقال: هل لك سيدي أن تستعرض مصادر بعض من تلك الحقائق التي تقول عنها إنها مثبتة علمياً؟ رد الكاتب في فرح وقال: هناك أبحاث حول نشوء الثقب الأسود، وهي مذكورة في الحواشي، وفي نهاية الرواية تتحدث عن إمكانية الانتقال إلى عالم موازن، أو أن الثقوب السوداء ما هي إلا بوابات إلى ما يطلق عليه حالياً الأكوان المتعددة. قطع صوت الأستاذ عبد الرحمن الكاتب قائلاً: هل حقيقة تتحدث عن الأكوان المتعددة وتعتبرها حقيقة علمية مثبتة؟ كيف استطاعوا إثباتها وتجربتها ثم تأكيدها؟ أم إن موضوع الكتاب تماماً إثبات آراء وجعلها علوماً فقط؟ لأن المراد من ذلك كفرضية داروين التي جعلوها نظرية رغم مخالفتها لأي أساس علمي.
ورغم عدم تأييدها بأي بحث تجريبي حقيقي. فإذا كانت المخلوقات تتطور مثل ما يقولون، فلماذا لا يسرعون ذلك بتسريع العوامل؟ فنرى التجارب بأنفسنا، فها هم قد استطاعوا تسريع نمو النباتات، فلماذا لا يثبتون لنا تسريع تطور بحيث نراه حقيقة؟ قال الكاتب في تعجب: ماذا تقول؟ ما شأن داروين وما تقول في هذا الأمر؟ نحن نتحدث عن الثقوب السوداء والكشوفات العلمية في هذا المجال، وأنه من المحتمل جداً أن تكون تلك الثقوب بوابات زمنية. قطع الأستاذ عبد الرحمن للمرة الثانية أمام الجمهور وقال: حضرتك تعيد الكلام نفسه، ولكن يا أستاذنا الفاضل، كيف تقول عن احتمال ما إنه حقيقة علمية؟ والأصل في الموضوع أننا لم نصل إلى ماهية هذه الثقوب، فما لدينا هو صور فقط، ومن الصور لا تستطيع إثبات حقائق علمية. فحتى في أرضنا الآن تستطيع أن تعد صوراً تخالف في مضمونها وماهيتها ما يعتقده المشاهدون، فهل من المنطقي أن نهمل وضع نظريات خاصة بنا كمسلمين وأن نتبع نظريات إلحادية تتحدث عن القدرة في عبور الزمن والرجوع إلى الماضي أو القفز إلى المستقبل؟ لماذا لا نعتبر الثقوب السوداء بوابات إلى السماء الثانية أو الثالثة كما جاء في الشرع الحكيم عن ذكر بوابات السماء؟ فلماذا لم يخطر ببال العلم إلا الفرضيات الإلحادية ولم يتخير الفرضيات العلمية؟ أرى من الوصف الموضوع تحت صورة حضرتك هنا أنك عالم متخصص في فيزياء الكم، فهل تلك العلوم التي درستها حقيقة حتى تجزم بذلك؟ أم هي مجرد فرضيات سوف يمر عليها الزمن ويكتشف العلم المزيد والمزيد حتى يصير ما تعرفه الآن مجرد فرضيات ثبت فشلها مع الوقت؟ وهو الأمر الذي يأخذنا إلى محور شديد الأهمية، وهو أهمية البحث في القرآن والسنة النبوية الصحيحة واستخراج الكنوز منهما وعدم الاشتراء على ما ورد فيهما. وأنا هنا لا أنكر عليك كتابة رواية خيالية تنطلق من نظرية علمية، ولكن عليك كمتخصص في هذا المجال أن تنظر إلى ما ورد في الكتاب والسنة فيما يتعلق بمجال تخصصك، فتورد من العلوم ما له سند وأصل وصحة في الكتاب والسنة الصحيحة، حتى لا تكون مسوقاً للنظريات الإلحادية وأنت لا تدري، مثل ما تفعل الآن من قناعتك بإمكانية التحكم بالزمن. والله تعالى يقول: أنا الدهر. فانظر إلى أين وصلت بكل من يقرأ كتابك، إلى التجرؤ على الله تعالى وربوبيته وقدرته في التحكم في الدهر والزمن. رد الكاتب في شيء من الضجر: نعم نعم، لديك وجهة نظر أحترمها، وسوف أعيد النظر فعلا فيما قدمته من فرضيات علمية على أنها نظريات وحقائق علمية في رواية القادمة. والآن هل هناك سؤال ثان قبل الحديث عن البناء الدرامي للرواية؟ انصرف الأستاذ عبد الرحمن من المكان وتوجه إلى الأستاذ سالم عند مدخل المكتبة وقال: وأسفاه على الشباب يا أستاذ سالم، يدعون العلم وهم لا يعلمون الفرق بين النظرية والفرضية والحقيقة العلمية. هذا من يسمونه متخصصاً في علمه وكاتباً ومنظراً لم يحسن الإجابة عن بعض الأدلة العلمية أو الشرعية التي طرحتها عليه، فكيف نأمن لمثل هؤلاء على عقول أبنائنا وبناتنا في الدراسة الأكاديمية في الجامعات والكليات في التخصصات العلمية والنفسية والإنسانية؟ والله عز وجل يرشدنا إلى كيفية التعامل مع من لا يعلم الوحي ونصوصه في تخصصه، فقد قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، ويقول أيضا: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ويقول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إلى متى سوف تظل تلك السموم تنهش في عقول أصحاب الدراسات الأكاديمية في زماننا دون رقيب؟ رد عليه الأستاذ سالم: إلى أن يتخلى المسلمون عن الانبهار بما لدى أعدائهم، وإلى أن يعتز المسلمون بما لديهم من حقائق علمية، إلى أن يصير كل متخصص في علم من علوم الدنيا محيطاً بكل ما ورد في القرآن والسنة في مجال علمه قبل أن يتصدر للناس على أنه متخصص. وعندما لا يقبل الناس متخصصاً في أي علم من علوم الدنيا إلا إن كانت لديه تزكية وشهادة باطلاعه على ما ورد في علمه من نصوص الوحي، فيعزهم الله بالعلم والمعرفة والطريقة التي يتمكنون من خلالها من نشر العلم الحقيقي. قال الأستاذ عبد الرحمن: ولكن هل تعتقد أننا سنكون في ذلك الزمان؟ رد عليه الأستاذ سالم: نحن في زمان الغربة، أما ذلك الزمان فهو زمان انتشار الخير والعلم الصحيح. لا تدري، لعل ذلك يكون قريبا، أو في عهد ذرياتنا أو أحفادنا، من يدري؟ وكيف يكون خير في علوم أتت من عقل قوم ملحدين بها كفر وتكذيب وشك تضل به عقول الواهمين فلا لا يستوي من حاز نورا ومن هو في طريق التائهين. قال الله تعالى في حق التابعين والمتبوعين: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. سورة الأنعام. وجاء في مشكاة المصابيح بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. وجاء في صحيح الجامع بإسناد صحيح: فلا تماروا في القرآن فإن مراء في القرآن كفر. وفي رواية: الجدال في القرآن كفر. وقال الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. سورة الحج. وقال الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. سورة الحج. وقال الله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. سورة لقمان.